شيلة بمناسبة زواج الشاب يحيى بيجان المقبل الزهراني. كلمات الشاعر فارس السواحي، أداء المنشد عبد الرحمن السعدي. مرحبا هايلة عد السيل يا من حضر عند شيخان رفيع المنزلة والقدر الكريم الذي وقت الله الله يسر هذا بيجان بن يحيى عريق السلايل من دهت الرجال ومن دون دينها يا لا 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 من دهت الرجال ومن دون دينها يا لا 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 عند شيخان رفيع المنزلة والقدر الكريم الذي وقت الله الله يسر هذا بيجان بن يحيى عريق السلايل من دهت الرجال ومن دنا دينها هذا بيجان ونعم من قديم الصفوف لو بيخسر من أمواله مئتين ولوف ما حسب له الخسائر في وجوب الضيوف راعي الجود ما تغوى عليها الدلائل والمواقف تشهد له ميادينها يا يحيى تمت الفرحة على كل حال ربنا يجعل افراحك سنين طوال انت راعي العزوم اللي تهدى الجبال تستحق اني انضم لك جزيل المثايل جرة ترضي النقاد من حينها كريم غيبتها الوفاة عظها بن يماني طيب الله ثراه رجل أعمال له مبدأ وجه وجاه ذا عصيته وذكره بين كل القبائل من رموز الديار ومن عناوينها وخميس الذي مثله علينا ثقيت وان بدا نايف يوف الوعد والوعيد ويل بق حيف روزه في رجاله ليل مقبل الرجال الذي ترجح موازينها الكرم والجمايل عندهم كل يوم ويوفون سالم في جميع العلوم وانت قدم عني لفلاح سد اللزوم ابن صالح عقيد القوم علمه يجمل شيخه والمعرفة عنده قوانينها اخوانك رجال انثقات انت عزويت في متعب وقفي ثبات وعلي من قصر في حزة المكربات علي اليات قدم عنده الرابط والحل مثل عبد الله لفعله براهينها جنبك في نهر الطلب أحمد بن عيد من عنده خذيت النسب أبو عيد الذي معدنه مثل الذهب هو عيسى كرام وعنهم الشك زايل القاله من قديم الوقت شارينها فتال شور دايمين وضع عنهم في جميع الأمور مثل نمر تربى في محارز نمور بو علي ما
واسم زهران واضح مثل شمس النهار، مجدهم واسمهم ما يقبل الاختصار، المذاهب عريقه والهقاوي كبار، الزهرين دايم في صفوف الاوائلهم رموز البلاد وهم سلاطينها. عند شيخان رفيع المنزلة والقدر، الكريم الذي وقت الله الله يسر، هذا بجانب يحيى عريق السلايل من دهات الرجال ومن دنودينها. هذا بجانب ونعم من قديم الصفوف، لو بيخسر من أمواله مئتين ولوف، ما حسب للخسائر في وجوب الضيوف، راعي الجود ما تغوى عليها الدلائل، والمواقف تشهد له ميادينها. يحيى تمت الفرحة على كل حال، ربنا يجعل افراحك سنين طوال، انت راعي العزوم اللي تهد الجبال، تستحق اني انضم لك جزيل المثايل، جرة ترضي النقاد من حينها. كريم غيبتها الوفاة، عظها بين يماني طيب الله ثراه، رجل أعمال له مبدأ ووجه وجاه، ذا عصيته وذكره بين كل القبائل، من رموز الديار ومن عناوينها. وخميس الذي مثله علينا ثقيت، وان بدا نايف يوف الوعد والوعيد، ويل بق حيث روزه في رجاله لمقبل الرجال الذي ترجح موازينها. الكرم والجمايل عندهم كل يوم، ويوفون سالم في جميع العلوم، وانت قدم عني لفلاح سد اللزوم، ابن صالح عقيد القوم علمه يجمل، شيخ والمعرفة عنده قوانينها. اخوانك رجال ثقات، انت عزويت في متعب وقف في ثبات، وعلي من قصر في حزة المكربات، علي اليات قدم عنده الرابط والحل، مثل عبد الله لفعله براهينها. جنبك في نهر الطلب، أحمد بن عيد من عنده خذيت النسب، أبو عيد الذي معدنه مثل الذهب، هو عيسى كرام وعنهم الشك زايل، القاله من قديم الوقت شارينها. شغبان فتال شور، دايمين وضع عنهم في جميع الأمور، مثل نمر تربى في محارز نمور، بو علي ما لقينا مثله إلا القلايل، من ثقات الرجال ومن ميامينها. اسم زهران واضح مثل شمس النهار، مجدهم واسمهم ما يقبل الاختصار، المذاهب عريقه والهقاوي كبار، الزهرين دايم في صفوف الاوائلهم رموز البلاد وهم سلاطينها.
صيته وذكره بين كل القبائل من رموز الديار ومن عناوينها وعلي راعي الشور السديد الرشيد وخميس الذي مثله علينا ثقيد وان بدا نايف يوف الوعد والوعيد ويل بق حيث روزه في رجاله لمقبل الرجال الذي ترجح موازينها الكرم والجمايل عندهم كل يوم ويوفون سالم في جميع العلوم وان تقدم علي الافلاح سد اللزوم ابن صالح عقيد القوم علمه الله يمسيكم الخير نسأل الله يجمع بين العروسين ونصلح شانهم ونجعل ما يجيبونه إن شاء الله من حمل الكتاب الله وسلم صلى الله عليه وسلم حضرنا معايدكم ونبارك ونسأل الله نجمعنا وياكم على خير الجماعة لو مدة هي قليلة لكن في النظر أنها كثيرة عندكم إن كان في نقص فالحضور ما يكفيها ويغطيها هنا 14,000 من أرحامكم ومن القبيلة كل يحضر في ساقته حضر في كلها سلموا بيته ولا بيته الله يحييكم يا الله يحييكم يا الله اسم زهران واضح مثل شمس النهار مجدهم واسمهم ما يقبل الاختصار المذاهب عريقه والهقاوي كبار الزهرين دايم في صفوف الاوائلهم رموز البلاد وهم سلاطينها علي اليات تقدم عنده الرب والحل مثل عبد الله
زهران واضح مثل شمس النهار، مشتهم واسمهم ما يقبل على اختصار، المذاهب عريقه والهجم كبار، الزهرين دايم في صفوف الاوائلهم رموز البلاد هم صاطينها. Yeah.
التي تمسح موازينها الكرم والجمال عندهم كل يوم ويوفون لسالم في جميع العلوم وان تقدم علي بلا حسد اللزوم قبل صلاح عقيد القوم عما هي جمع شيخ ولا عرفه عند قوانينها يا لا 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 شيخ ولا عرفه عند قوانينها يا يحيى جنبك اخوانك رجال اندقات انت عزويت في متعب وقفي ثبات وعلي من قصر في حزة المقربات علي رجل أعمال له مبدأ